لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب دراسات حالات الفرص في الشركات، وسوف يكون النقاش ودي وعبارة عن أخذ وعطاء بنسأل فيه المؤلفين، نحاول يعني نسمع أخبار هذا الكتاب، نعرف تفاصيله التي يجهلها كثير من القراء، ونحن إن شاء الله سوف نقدم طريقة جديدة في نقد الكتب والدخول في دهاليزها بأقصر الوقت ممكن. حياكم الله يا جماعة. الله يحييك. متى قدحت فكرة إدارة الفرص في ذهنيكما؟ هو نقول من كواليس الكتاب، يعني الكتاب له كواليس كده، فهي زي كواليس مصر، فهي بدأت في زيارة عمل مع الدكتور بدر في 2001، كنا عندنا فكرة جيدة، بنفكر إزاي الفكرة الجيدة دي في الشركة تتحول إلى استثمار ناجح. فازاي ناخد الفكره من مجرد فكره او فرصه بحيث توصل لايه؟ لاستثمار ناجح في الاداره الماليه، عمليه اداره فكره معينه. فعملنا برنامج، استخدمنا برنامج علمنا عليه الدكتور بدر اللي هو مايكروسوفت بروجكت ساعتها، واستخدمنا عملنا زي خريطه لازاي ناخد فكره، الفكره تيجي ازاي، وبعدين الفكره ازاي نقيمها ونطورها، وبعدين نشوف الاستثمار كيف يتم، وبعدين نعمل زي بروتوتايب تطبيق كده، وبعدين لحد ما نصل الى الاداره الماليه تحقيق السوق بقى فكره تنزل السوق. شو نقصد بالبروتوتايب؟ عباره عن نموذج اولي من الفكره، بسيط كده غير مكلف، وفي اهم عنصر في الفكره بحيث ممكن تطبيق واختبار قبل ما الشكل النهائي. ممتاز. من هنا بدات البدايه يعني. بدات الفكره. بس من 2001 دكتور الى الان يعني نتكلم عن 14 سنه، يعني تو ماتش. طلعوا اكثر من 14 سنه يعني. دي كانت الفكره الفتره دي، فالفتره دي كان معظم عملي في الاستشارات في مجال اداره الابتكار، معظم اللي هو الابتكار المؤسسي والمبادرات الجديده وكيف المبادره الجديده تتحول الى نجاح وتطبيق. وكان في كلمة دايما بنقول إن الفكرة عليها 20%، دي سمعتها من الدكتور بدر. والباقي؟ تنفيذ الفكرة 80%. دايما يقول الفكرة 20%، 80% تنفيذ الفكرة، اللي هو إنه يكون في إدارة لهذه الفكرة إنها تتنفذ وتتحول إلى استثمار. فالرقمين دول ما زالوا على قيد معايا حتى في شغلي، وأنا بقى بشتغل في مجال الاجتهاد كفريلانس يعني. مستقل استشاري مستقل، كنت بشتغل في موضوع ازاي فكره تتحول لمنتج، والمنتج يكون جديد، والمبادره تتم ازاي. لقيت ان الموضوع فعلا يحتاج الى طريقه او بروسيس او عمليه داخل الشركه نفسها، ان احنا ناخد فرصه ونحولها الى تطبيق يعني. جميل. من هنا بدات اكتب بقى طوال السنين دي، بدأت أكتب تجاربي في مجال الانوفيشن والابتكار المؤسسي في الشركات، وطبعا اخفاقات ونجاحات، ورغم ان في تعظيم جيد حلو يعني الناس بتحب كلمه ابتكار، لكن لا تنفق لا مال ولا بروسس ولا ادوات في الشركه جاهزه. دي تناقض يعني مع الحب والتقدير لكلمه ابتكار في العمل، انما في واقع الشركات هذا الحب لم يترجم. الى طرف واحد الى عمل الى عمل جاد او ينفق عليه كاستثمار طويل المدى، لان الفكره عشان تدخل السوق ده نشاط طويل المدى، مش مجرد انفنشن اختراع يعني، لا، لان انوفيشن قصه ثانيه. انوفيشن يعني تحويل الفكره الى انها
الى استثمار انك الفكره دي تنقلها للسوق. والسوق طبعا اختبار حقيقي للواقع. بالضبط. اختبار الفكره. الميدان احنا نقول بالعاميه احنا الميدان يا حميدان. الميدان يا حميدان. طيب دكتور بدر، من 2001 الى 2014 وقت طويل. طويل. هو لو نرجع لتاريخ عملنا مع الفرص، في وقتها في عام 2001 كنا في شركه العالميه للانترنت، شركه تحولت الان اصبحت جزء من شركه اخرى وبيعت، ولكن في وقتها كانت شركه في نشاتها وكانت الانترنت في بداياتها، فقد يكون مفيدا ان نعرف ليش كنا نحتاج الى اداره الفرص. فالانترنت كانت في بداياتها كان الناس متعطشين لخدمه انترنت، ولكن كانت السرعه بطيئه ولم تكن هناك خدمات اضافيه حول الانترنت زي مثلا تطوير المواقع ولا حتى كان في محتوى. فوقتها كنا حاسين ان في من جهه في تعطش لخدمات الانترنت، من جهه ثانيه احنا كشركات موفره ما عندنا الخدمه الوحيده اللي هي تقديم اتصال دايل اب اللي متصفح يعني بس انترنت وخلاص. للي عمرهم كبير مثل ما يتذكر ذيك الايام 14 سنه. كبير كم يعني فوق 15 سنه؟ فوق 20 سنه. دخول انت خدمه انترنت في البلد 15 سنه الان. ما شاء الله. فوقتها كان مجرد دايل اب وخدمه بطيئه وتتقطع وكل دقيقه دقيقتين، والدقيقه كانت ب 4 ريال يعني كانت قصص. فكنا نبحث عن خدمات اضافيه وخدمات ذات قيمه اضافيه للمستخدمين. فاحنا كشركه مزوده صدمنا ان كان في افكار كثيره، والافكار صعب انك انتقال من الفكره الى التنفيذ، مرينا بعده تجارب كانت عمليه صعبه جدا جدا. ومن الفكره الى التنفيذ الى النجاح التجاري برضه كانت اصعب. فطلعت الفكره وقتها زي ما انه المشاريع اي مشروع في اسلوب واضح ومنظم وعمل لاداره المشاريع. كان اكيد ان الابتكار يستفيد ايضا من طريقه منظمه ومنهجه لاداره الفرص. فقبل ان تظهر النماذج التي نراها الان البزنس موديل انوفيشن والليد بزنس، قبلها بكثير فكرنا احنا ما كنا نعرف اسماء هذه، ولكن فكرنا انه لازم في طريقه ممنهجه ووضعنا لها بروسس واختبارات من عشان تنتقل من مرحله لمرحله في اختبار. جميل. هل تستوفي المعايير التاليه؟ اذا استوفت المعايير التاليه تنتقل للمرحله التي تليها. وفي خلال عملنا في تلك الشركه استخدم يعني اطلقنا بعض الخدمات وحققنا بعض النجاحات. بس انتقلنا كل واحد مشى في طريق، الاستاذ محمد مشى في طريقه وانا ايضا انتقلت الى شركات اخرى، ولكن الفكره نفسها كنا نستخدمها ضمن كانت هاجس يعني عندكم كانت هاجس كنا نستخدمها نستخدمها كفكره كجزء من التدريب او الخبره التي لدينا. ولكن جاني السنه الماضيه الاخ محمد ما انقطعت صلاته خلال الفتره الماضيه، كنا دائما بين وقت اخر اسئله، فجاء بفكره انه نوثق خبرتنا القديمه في كتاب وانه نطلقها يعني بعد كتابتها بطريقه منظمه. واستحسنت الفكره. انا طبعا اعطيه الكريدت او اعطيه كنه له بالعرفان انه هو الفكره جات من عنده، اغلب الجهد كان عنده. ساعدت الى حد كبير في صياغه توجه الكتاب وكتابه بعض اجزاء وفقا للواقع العملي اللي كنتوا تمارسونه. الفكرة الأولية ملتزمين بالفكرة الأولية ولكن تطورت مع الوقت. طبعا. وأيضا استفادت في الكتاب، استفدنا أيضا من النماذج الجديدة ونماذج العمل الجديدة التي ظهرت من تلك الأيام. فما يمكن تقول أن مثلا الكتاب هذا يتكلم عن عملية عمرها 14 عام، لا هي عبارة عن الفكرة. بالضبط. الفكرة ولكن طورناها بشكل يوائم بيئة العمل الآن. اللي اختلف من وقتها إلى الآن أنه نحن حتى أصبحنا أكثر خبرة. أنا وقتها في 2001 كانت أول وظيفة رئيس تنفيذي لي في حياتي. الآن 14 سنة خبرة، يعني الواحد اكتسب فيها جزء من أو نوع من الخبرة اللي صقلت بعض الأفكار وممكن طورنا بعضها حسننا بعضها. جميل، يعني معناته إذا تنصحون من لديه فكرة مثالية نموذجية قابلة تطبيق أن يحولها إلى مادة ملموسة للناس تستفيد منها. بعد ان يطبقها، ليس قبل ان يطبقها. بعد التطبيق. بعد ان يطبقها ويجد انها نجحت معه، انا افضل انه لان كثير من الافكار تحتاج الى تمحيص وتطبيق وتغيير اثناء العمل، يسمونها البروتوتايبنج. عمليه النموذج الاولي. النموذج الاولي بعد التطبيق يحتاج كثير من الاحيان الى تغيير. واذا وصل الى فورمولا او تركيبه
ناجحة. ناجحة. التركيبة الناجحة أنا أرى أنه ينقلها للآخرين. ينقلها للآخرين. نقل الآخرين لا يجب أن يعني يدخل في مسألة كتاب ولا ود أن يأثر على سوقكم. الكتب مهمة. قد يكون مرة. أنا خلهم يطبعون يا شيخ. لا لا كتاب كتاب زين. لاحظ الكتاب بس قبل الكتاب في طرق كثيرة النشر. في ممكن مدونة. فوتوغرافيك ممتاز. فوتوغرافيك. ففي طرق أولية كثيرة الواحد ممكن يشارك الفكرة يسمع رأي الآخرين عنها إلى أن يطورها تكون جاهزة مثلا. كتاب صح. لا ونحن نتفق معكم دائما حتى المؤلفين الذين يأتون إلينا ننصحهم إنه يفتح مدونة ويكتب فيها صفحتين ثلاث صفحات ويطلب من الناس الفيدباك عشان يهذبون الفكرة يعدلون عليها يحسنون عليها. الآن هناك نموذج اسمه نموذج التأليف التشاركي. ويكي بوك الآن تعطيك مجال تحط عنوان كتاب تحط مواضيع ثم يتشاركون الناس معك في بناء الموضوع تحصل نفسك خلال أسبوع بنيت الموضوع كله كامل. هنا نطلب فيدباك دي جزء أخير في الكواليس الكتاب لأن أنا لما كتبت مسودة انتبه للدكتور بدر على السنة الماضية كان رئيس إحدى الشركات هنا قاضي دولة فلما طلبت منه فيدباك يعني بس قول لي رأيك في هذا فأرسل لي رابط الأول رابط على الإنترنت قرأت الرابط لقيته بيتكلم على معايير لكتابة الكتب في مجال إدارة الأعمال دي كانت جديدة يعني عاد مسألة دكتور بدر هذه لعبته يعني فقال لي لا شوف الرابط ده الكتاب كيف يكتب فأنا عملت إعادة هيكلة كاملة للكتاب وفقا للمعيار فلقيت فعلا إن أي كتاب ناجح مجال إدارة الأعمال له معايير في مجال الكتب كلها يا دكتور انا بتكلم على إدارة الأعمال عايزين تخصص مجال الكتب فمن هنا هذه المعايير هي اللي جمعتني مع الاستاذ اسعد بسوله هو طبعا كنت في ذلك هو طبعا صاحب المعايير في مجال المحاسبه والمراجعه ده مجال عمله يعني المعايير المحاسبيه والمراجعه والاوديتنج والتدقيق ف لقيت في المعايير ان احنا لما نيجي نعمل كتاب هتلاقي الكتاب مكون من ثلاث اقسام. القسم الاول في كتب البيزنس بتتكلم على الواقع الاعمال المعاش وما فيه من صغيرات وتناقضات بتهمك انت بايه؟ برؤيه خاصه بك. سد الفجوه الموجوده في التناقض. سد الفجوه لتغيير هذا الواقع. وبعدين القسم الثاني ازاي هتعمل ده؟ ايه ادواتك؟ التقنيات المستخدمه. بس ده قسم ثاني. القسم الثالث بقى هو الجديد. ان انت تطبق هذا الكلام في احدى الشركات. جميل. قبل ما تنشر. يعني شوف هنا يعني انت ينبغي الا تنشر شيء ممكن تقرا ما تشاء تكتب ما تشاء لكن لا تنشر الا ما جربته شخصيا. هنا هنا الاشياء المفصلية يعني. ومن هنا روحنا لمين؟ لاصعب مكان ممكن تختبر فيه برنامج الدكتور مجال المحاسبين والمراجعين القانونيين لا اساسا يتعاملون مع ارقام شغلهم الحاله في القسم الثالث في الكتاب انا هتبقى تجربه في الشركه معاك فقال لي طلع على الرؤيه دي وبعدين قال طيب فاخذنا تجربه فعلا من فتره زمنيه لتنفيذ البرنامج جميل خدنا ده كله بقى دراسه حاله القسم الايه الثالث فكتاب في الاعمال دي يعني يعطيك كيس ستدي بنى بهذه الطريقه جميل بنى بهذه الطريقه فدي كانت في الكواليس الكتابيه يعني بدانا نكتب يمكن من الكتب الرائده في انه له منهجيه له معيار له بدا ازاي ومنتهي ازاي هيكله معينه جميل يمكن هذا ما شجعنا جمعنا مع ايضا ما هذا ما شجعنا في الشركه على انه ننشر هذا الكتاب هو انه اخذ منهجيه علميه واضحه واخذ الستاندرد في الشغل يعني.